الحضارة البابلية. نشأت الحضارة البابلية في بلاد الرافدين التي هي العراق حاليا، وتعد من أولى المراكز الحضارية في العالم القديم. وقد عرفت هذه الحضارة ازدهارا في كثير من الميادين، ففي الميدان الأدبي تميزت الحضارة البابلية بنهضة أدبية تجلت في إحداث العديد من المكتبات في معظم المدن والمعابد، وخلدت ملحمة جلجامش التي تعد من أشهر الأعمال الأدبية، وهي قصيدة طويلة كتبت في 12 لوحاً من الألواح الطينية مترجمة عن الأصل السومري. وفي ميدان الفلك اهتم العلماء البابليون بدراسة النجوم والسماء، حيث يمكن التنبؤ مسبقاً بانقلاب الشمس والخسوف، ووضعوا لعلم الفلك نهجاً جديداً في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وبدأوا بدراسة فلسفة الطبيعة. ولقد كانت هذه مساهمة مهمة في علم الفلك وفلسفة العلم، حتى إن بعض العلماء اعتبروا هذا النهج الجديد الثورة العلمية الأولى، كما اعتبر دارس الحضارات القديمة علم الفلك البابلي أساس علم الفلك الذي تطور في الحضارات الإنسانية كلها. وفي ميدان الطب تكشف أقدم النصوص البابلية التي تعود إلى النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد أن البابليين أضافوا إلى طب المصريين التشخيص والتوقعات الطبية والفحص البدني والوصفة الطبية، وعالجوا الأمراض بوسائل علاجية مثل الضمادات والحبوب. وفي المجال التقني اشتهر البابليون باختراع العديد من التقنيات، بما في ذلك تصنيع المعادن والزجاج وصنع المصابيح والنسيج والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه وتطوير نظام الري، كما استخدموا النحاس والبرونز والذهب والحديد، وتجلى هذا الاستخدام في تزيين القصور بمئات الكيلوغرامات من هذه المعادن المكلفة للغاية. واستخدموا النحاس والبرونز والحديد أيضا لصنع الدروع والأسلحة المختلفة مثل السيوف والخناجر والرماح والصولجانات الحربية. ومن أهم ما اشتهرت به الحضارة البابلية بين الحضارات الكونية القوانين التي عرفت بشريعة حمورابي أحد ملوك مملكة بابل، وهي شريعة حددت واجبات الأفراد وحقوقهم، ونظمت وفقها المعلومات في ميادين عديدة كالزراعة والري. وقد دونت هذه القوانين باللغة البابلية وبخطها المسماري على مسلة من حجر الديوريت الأسود، وهي معروضة في متحف اللوفر بباريس بعد أن عثر عليها سنة 1991.